طبعا. وهي طبعا لما شافت ست العذراء اتعزت، ما نقصهاش الحكاية دي. لكن برضو يعني الحكاية يعني مع كلام ست العذراء، طبعا تعزيز ست العذراء أولا وأخيرا، الست اتعزت وبطلت ايه تعيط على ابنها الوحيد ده. فعايزة أقول إني أقول لأبويا، أقول لسيدنا حاجة، علق أي حاجة، إحنا تضحك مش أنا جاي أسمع بس. يا سيدنا قول، ما أنا مش قادرة أقول للآباء وأنت وسط موجود، قول سلم على أي حاجة، سيدنا، علق أي حاجة. طيب أنا ما بعرفش أوعى. أنا جاي أسمع. أنا جاي أسمع أمنا وأستفيد. فأحكي لكم حكاية تاني عن الفردوس. كان في واحدة في الصعيد وعايزة ترهبن، وليها بنت أختها عايزة ترهب، يعني هي أكبر من بنت أختها تبقى يعني فإيه، فيقيسوا بعض بالدبارة مش بالسنتيمتر، وإيه عشان يكبروا بسرعة ويعملوا إيه ويرهبنوا ويتعبدوا لربنا. ولما يلعبوا يلعبوا رهبات وهم صغيرين، ويقعدوا يتنسقوا وكده. فالخال يقول لأخته ويقول لبنت أخته، طب بس انزلوا كلوا اتغدوا وأنا هعمل لكم دير وهرهبنكم وأنا بقى رئيس الدير. المهم ايه، فجات الخالة بقى من غير ما تعيا من غير ما اي حاجة، وفجأة انتقل راحت السما. هما في بلد وبنت اختها دي في بلد تاني مع ابوها وامها. فالمهم ايه، سمعوا فراحوا عشان العزا يعني يحضروا الجنازة وكده. فبنت اختها دي بقى عيطت كتير لان بتحبها ومتفقين يرهبنوا سوا والكلام ده كله. فعيطت عيطت كتير قوي قوي قوي. وبعدين المهم ايه، فنامت وصحيت لقت عذارة كتير، وهي صحية بقى ولابسين صلبان زي الالماس كده، ولابسين ابيض في ابيض، ولابسين زي تيجان كده يعني مش تيجان. وبعدين ايه، قلت لها كان اسمها مفيدة ويدلعوها اسم الدلع ديدة. ديدة قالت لها، قلت لها طب ازاي وايه اللي معاكي دول كلهم؟ قلت لها دول عذارة كانوا رهبات وجهدوا في رهبانتهم، وفيهم ما كانش رهبات وكان حلو خالص، كلهم في الفردوس. واحنا عندنا النهارده احتفال عيد الشهيده دميانة، استشهاد الشهيده دميانة. فانا طلبت من ربنا يسوع المسيح يسمح لي اجي اشوفك وعشان اوريكي انا ازاي فرحانه، واقول لك شد حيلك وانت هترهبني بقى وايه وتيجي. لا لا حرام عليكي، خديني خديني، ده انتوا شكلكوا حلو قوي، خديني انا مش عارفه اما هرهبن بشكل ايه. فطلعت بروحي اقول لماما وانا مستنياكي. صاحبتنا دي اللي هي بنت اختها مطيعه قوي لامها وابوها، فراحت جري ديدا ديدا تحت ديدا. قلت لها ازاي؟ قلت لها ما هزاره كتير وبتاع وبتقول اخدك. قلت لها لا انا عايزاكي اسمعي الكلام، لا ما تروحيش معاه. لا قلت لها انا عايزاكي بقى، ماما قالت انا عايزاكي، يا خساره. المهم ايه، فقالت لها طب ما تزعليش، ده انت هتكبري وهترهبيني ويبقى معاكي رهبات كتير والكلام ده. فقلت لها طب قولي لي انتوا ايه؟ قلت لها احنا فرحانين جدا واحنا في الفردوس، والفردوس جميل قوي، واللي اجمل اللي مجمله رب ايه؟ رب المجد. في حكايه تاني بصراحه، ودي خلتني معلش الاباء يقولوا لي يعني بيقال انا سمعت كده يعني سمعت من بعض يعني
يقول بيقولوا ان الفردوس ما فيهوش ربنا، ده فيه الملكوت اللي فيه ايه؟ ربنا. ربنا فين؟ في الملكوت. لكن من الرؤى اللي شافتها الناس اللي اثق فيها دي، في ايه؟ في ربنا، في ربنا. قالوا ان الفردوس ده مكان انتظار، في ربنا، بس ممكن ملكوت يبقى فيه مجد ايه اكتر. ف يعني اليوم تكون بس كان معلش كان قيل كده يعني. فانا برضو قلت للناس دول كده يعني، قلت لهم ازاي بتقولوا كده وده كده يعني. فالمهم ما علينا، المهم ايه، فكنت هقول ايه. ففي رهبة من عندينا كان اسمها أمنا إليرية. أمنا إليرية دي مفروض هي اللي كانت تكون المسؤولة عن الدير، مش أنا، لأني أنا دخلة يعني في سن صغير، وقعدت من الرئيسة فترة 20 سنة ما تقبلش، قبلتني أنا واحدة تاني قريبتها رهبة يعني. لأ أنت قبلتي يبقى تقبلي إيه؟ قريبتي. فقبلتني، وكان دي اللي احنا مزكينها، وهي فعلا كانت بركة كبيرة قوي، وكانت قديسة، ويعني الحقيقة كانت فعلا هي تنفع. فالمهم ايه، كنا كلنا مزكينها، كانت تحب الصلاة قوي. احنا نبتدي يومنا من الساعة 2 بالليل، هي تبتدي من 12 بالليل لغاية الصبح. غير كده هي كانت بركة قديسة يعني. فالمهم ايه، في يوم وهي ركعة بتصلي، دخل جاتني رهبة من بعد ما مسكت خدمة الدير، من بناتي، وقالت لي انا شايفة من الارية ركعة ومسنودة على الكرسي، وقدامها الابصلمودية المخطوطة، عشان زمان كانوا يقروا في المخطوطات دي يعني، الابصلموديات والكلام ده، ولكن شكلها تعبان. قلت لها يا بنتي طب ادخلي شوفيها، لكن تعبانه فعلا. الرهبه دي دكتوره يعني. فدخلت لقيتها منتقله، وهي ما وقعتش، وهي راكعه على الكرسي والابصلموديه على الكرسي. فراحوا شالوها ونيموها، وجم قالوا لي ده انتقلت. المهم ايه، في رهبة تأثرت عليها قوي لأني بتحبها، فراحت إيه في يوم بتصلي وبتعيط وكده. وبعدين يوم تاني كان ليلة قمرية كده، واقفة على بيكة اللي زي البلكونات اللي في الدير هنا يعني، اللي بتطل على الجنينة الصغيرة دي. فلقت واحد لابس أبيض ومضيء جدا جنبها، لها رشم الصليب، رشمت الصليب، قالت له انت مين؟ قال لها انا ملاك، انا هاخدك وهوديك ايه الفردوس تشوفي امنا إليرية. هي فكرت انها ايه يعني هتنتقل، قالت طب حلو لو الفردوس يبقى تمام. فرشمت الصليب، وهو رشم الصليب، قال لها بص في قوة هترفعنا، هنعلى فوق، وبعدين ايه هندخل الفردوس وهتشوفهم من قلعي. فطلعت قالي بتقول السماء اللي احنا شايفينها دي مش هي، اخترقوا السماء اللي احنا دي شايفينها، ومشيت. بعدين مشي افقي كده، وبصت لقت نفسها في مكان ومعاها الملاك جميل جدا، وزي الأرشيات اللي في كرير، بس طبعا ما هيش مباني يعني، منظر بالخضرة جميل قوي قوي قوي. وطبعا ما هيش خضرة، الأباء يقولولنا يفسرولنا أنا ما عرفش، لكن المنظر منظر خضرة يعني الشكل كده. وإيه بقى، وكل كل هول كبير كده يفصل الهول ده من ده،
كوريدور يعني كبير قوي، واخره كل كوريدور اخره رب المجد على العرش والكل شايفه، وايه ونور جميل بقى في الفردوس حلو قوي قوي قوي، وكل يفصل الكوريدور ده من ده نهر صغير زي البلور كده جميل جدا جدا جدا. والفرح بقى والسلام اللي هو اهم من ايه، من المنظر نفسه، فرح غير عادي، سلام غير عادي. الرهوة دي بتقول مهما شرحت ما قدرش، زي ما قال معلمنا بولس الرسول ما قدرش يشرح بالظبط، قال ما ايه، ما لم تره عين ولم تسمح به وجه. المهم ايه، قام قالت الملاك سابها في الوقت ده، قام قالت لأمنا إلارية أنا نفسي أروح عند رب المجد عشان أسجد له واشكره. فقالت لها يا فلانة ده انت جاية بجسدك هتتحرقي بنار لهوته. قالت لها لو لقيت نفسي هتحرق ما هوقف، هقف يعني، بس أروح، خليني أروح. هي بتتكلم هي وهي اللي جاء الملاك قال لها تعالي ما تخافيش. خدها ومشيت بقى لغاية ما وصلت لرب المجد، سجدت قدامه، بتقول بقى يتدفق منه ومن عينيه حب وحنان وعطف وإبوة غير عادية لدر، وفرح يعني بقت مهما بتقول مهما فعلا أقول ما أقدرش أشرح وأقول، ولدرجة إنها عايزة ترتمي في حضنه وتحضنه. وبعدين بقى ايه، قعدت بقى تمتلي فرح فرح فرح. قال لها جا الملك قال له خدها وريها مواضع، بعض مواضع الاباء القديسين وابوها وامها في مكان حلو عشان تفرح وتتعزى، ونزلها تاني. قالت له ليه يا ربي، ما نفسيش اسيبك. قال لها لا، ما انت جايه بجسد، هتكملي خدمتك على الارض وكده وهتيجي وانا معاكي ما تخافيش. فنزلت يعني احنا ما عندناش مرايات في القلالي طبعا، فطبيعي خرجت من القلاية كل اللي يشوفها الله يا امنا وشك ايه منور واحمر وبيلمع، الله ايه الحكايه دي. المهم بصت في المراية، في مراية في في المكتبة معرض اللي يلبس الآباء الكهنة يقيسوا عليها وكده، لقيت فعلا كده. قعدت شهرين وشها ما بيروحش منه النور ولا اللمعان، راح بالتدريج لغاية ما خد الشكل ايه الطبيعي. فحد المناظر دي اللي أنا بحكيها إن شاء الله لا يشبه. المناظر الجميلة دي ورب المجد والبتاع، ومهما الواحد شرح زي ما قال معلمنا بولس الرسول ما يقدرش يشرح. ونزعل ما نزعلش، بختهم احنا نصلي نقول يا صلوا لنا عشان نبقى حلوين، وبعد ما ربنا يعني يديكوا جهاتكوا ورسالتكوا وكده كلنا هنروح فين؟ هنروح الفردوس. بس نروح ايه الفردوس، وفعلا نتمتع برب المجد ونتمتع ايه بيهم. تحبوا تسمعوا حكاية تاني؟ طب ما تزهقوا قولوا لي. انتوا كلكم تسمعوا عن انبا مكاريوس بتاع جنة، وانا كان ليا خلطة بيه جامدة لانه كان اب اعترافنا قبل ما يبقى اسقف، ولما بقى اسقف انا ما زلت بقيت اعترف عليه لغاية اخر وقت في حياته، فانا اعرفه معرفة جيدة جدا. كان الناس ما يعرفوش حقيقته لأن كان بيداري حقيقته بالبساطة والطيبة بتاعته، يعني مش ظاهر،
فلكن هو الحقيقة كان إنسان تقي جدا، كان محب لربنا رغم أنه أسقف، ولكن كان يقوم بقانونه الرهباني، المطنيات والمزامير كلها، السواعي كلها والتسبحة والمطنيات كلها يوميا، يعني مهما كانت الظروف ما يسيبش ايه قانونه. وبعدين كان اللي في قلبه في بقه، بس يقولها بطريقة اتضاع لما تكون حاجة كده يعني، ويفضل يقول له سامحني اخطيت يا ابني، اخطيت يا اخويا، انا صعب عليا منك في الحاجة الفلانية الفلانية. لا يا سيدنا خلاص انا فعلا غلطان او مقصود، خلاص يا ابني خلاص خلاص. الراجل ده ما كانش يعني كان عامل لجنة، هو سيدنا أنبا مكاريوس، من محاميين ودكاترة بيمسكوا إيراد. دلوقتي الأبروشية تقسمت على أربعة، وأبروشية غنية جدا ففيها عمارات ومش عارف إيه وإيه، أربعة علمانيين يمسكوا الإيراد، وهو ملوش دخل بالفلوس دي خالص. شوف يا مراد ايه اللي بيعمل الصوت ده لو سمحت. ها بتفتحه؟ طيب ماشي، مش لازم. لا لازم يبقى في هواء احسن ما دام الشمس غابت. المهم ايه، فيقول لهم ايه، انتم مش حرانين نسيبها؟ خلاص يا ابني سيبها سيبها، عشان شكلها ما بتشتغلش. بطيئة. فيقول لهم ايه بقى، يقول لهم العمارة الفلانية دي ايرادها للاولاد اللي بيتعلموا في الجامعة واهاليهم غلابة، هو ما يمسكش فلوس. طبعا انا عشان قريبة منه عارفة كل حاجة. العمارة دي للبنات او الشبان اللي بيتجوزوا وما عندهمش ايه ايراد ولا فلوس. المهم ايه، ما يمسكش فلوس، لدرجة اما جه المستشفى فتحوا الخزنة بتاعته ما لقوش ان في مصاريف تكفي يجي مصر. يعني يدخل، كان شوف الأبروشية تقسمت على أربعة، كان يلف الأبروشية كلها ثلاث مرات في السنة، يدخل كوخ كوخ، بيت بيت، البيت الغني ومقتدر يديله فلوس يروح يديه لمين؟ للكوخ، للعيلة الغلبانة. وكان عجيب 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 في كله، كان حنين قوي على الآباء درجة ولاده مش قادرين ينسوه، حنين قوي يحس بيهم قوي، درجة كنت أقول له إيه يعني، أنا عايز أسمع منه بي 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 ليه بيعمل كده، أنت حنين قوي قوي عليهم، إيه هو ده؟ أنا بقول له كده، يقول لي مش كفاية أمنا نير الخدمة ويبقى نير الأسقف، كفاية عليهم نير الخدمة عشان يشتغلوا وهم فرحانين. يعني رغم انه بسيط وانه مش متعلم، يقول لك انا مش متعلم انا مش عارف ايه، لكن كان بيتصرف من عند ربنا على طول بواسطة ايه، بواسطة الصلاة. هو بعدين ايه، كان يطلب من ربنا ثلاث طلبات ويقول لي صلي لي انا مش عايز غير دول. ايه هما الثلاث طلبات؟ كان بيحب ست العذراء قوي قوي قوي، شكرا. وكان بدا يبني لها كنيسه باسمها، ما كانش في جينا في كنيسه باسمها. فكان يقول لربنا يا رب اوعى تاخدني الا لما اخلص كنيسه ست العذراء واشطبها وايه وبعدين تاخدني، وخدني وانا بصلي في القداس. وفعلا اتاخد وهو ايه
بيصلي. والتالتة ايه يا ربي؟ ايه يا ريني؟ التالتة خدني في ساعة ترضيك. مش فاكرة التالتة، يمكن افتكرها دلك. اما في ساعة ترضيك اما في حاجة تالتة انا نسيها بصراحة. فالمهم ايه، جات له، هو كان عنده قلبه تعبان، جات له أزمة قلبية. وبعدين كلموا سيدنا البابا قال لهم هاتوه في المستشفى هنا مصر أحسن من عندكم. قالوا له حالته ما تسمحش، عملوا له العناية المركزة في المطرانية. فالمهم جاء كده على الساعة 1 بالليل، والدكاترة بعض الدكاترة مشي وبعضهم حواليه، وده بقى لا موكب وزفة وكله. وبس قال ساعة طلوع روحي اتضايقت بسيط قوي، لكن لما رجعت تاني اتضايقت قوي بقى في دخولها. فبقول بصيت لقيت مكاريوس واقف ومكاريوس نايم، وهالروح بتاخد شكل الجسد. فبيقول ايه ده، انت يا مكاريوس نايم انت بقيت اتنين وانت واقف فوق مكاريوس والزف حواليه، عشان الروح بتاخد شكل ايه؟ الجسد. وبعدين ايه قال الملائكة بقى وبيقول شاف أنبنطونيوس وثلاث مقرات وأنبشنود رئيس المتوحدين وملائكة وقديسين وكده، وطالعين بيه بزفة. في النص السكة قابلتهم ست العذراء، قالت لهم انزلوا تاني، انزلوا. نزل تاني، فبقى أنبا مكاريوس واقف فوق راس مين؟ مكاريوس اللي نايم. بعدين بسطت ايديها وقالت له يا ابني الحبيب وإلهي العظيم يا إلهي القادر على كل شيء، وقعدت تسبح ربنا شوية، لك العظمة والقدرة، وقعدت تصلي يعني. لو أردت ترجع روح أنبا مكاريوس تاني رجع، عشان هو طلب مني ما ينتقلش إلا وإيه أما يخلص كنيستي، وأنا عايزة يخلص كنيستي حسب طلب. فسمع الصوت بيقول في رنين عجيب الأمين. فالملائكة مسكوا أنبا مكاريوس اللي واقف بيدخلوه فين؟ في اللي نايم. بقول لك شفت ضيقة عظيمة، يعني ما طلعت روحه مش زي ما ايه دخل. هنا لساعة ما طلعت روحه المطرانية على طول بلغت قرايبه هنا في مصر، وكل الدنيا امتلت انه ايه اتنيح. فانا ليا كانت اخت في الصعيد، دلوقتي هي في مصر، اولا بنت خالته فاتت عليا، كانت في مدينة ناصر الساعة 2 بالليل، قالت لي انا مسافرة انت مش هتسافري؟ قلت لها طبعا ده اب اعترافي، وده اب كان اب اعتراف الدير ولازم اخد بركته. قالت طب انا مسافرة دلوقتي. قلت لها طب انت سافرة دلوقتي وانا الصبح هسافر وايه وهالحق البتاع. وبعدين اختي اتصلت بيا من الصعيد قالت لي احنا مسافرين جينا عشان خاطر ناخد بركة أنبا مكاريوس، هتيجي؟ قلت لها اه طبعا هاجي. انا حطيت السماعة والتليفون ضرب تاني، برد لقيت مين؟ أنبا مكاريوس. قلت اسم الصليب، اسم الاب والابن الروح القدس اله الواحد امين. ايه ده انتوا بيقولوا انك تعبان قوي، ما قدرتش اقول له انك انت يعني اتنيحت. فراح قال لي لا، قالوا لك ان انا اتنيحت. قلت له طب ايه الحكاية؟ قال لي جاي احكي لك، انا هاجي احكي لك، اسمع الحكايه من اولها لاخرها. فطبعا خلص الكنيسه ودشنها وجاب طلع ترخيص من المحافظ والامن ان يدفن في المطرانيه مع الاثنين مطارنا قبله مدفونين في المطرانيه. وايه بقى، وحط جاب الصندوق حطه في اوضه النوم وحط الكفن وحط الترخيص. ليلة ما هيتنيح أو جاء بقى، وبعدين قبل ما يتنيح جاء، أنا جاء أودعكم وتودعوني وأقول لكم بقى إيه. قلت له أنت اللي تذكرنا سيدنا وإزاي تقول الكلام ده، أنت عارفين بقى يعني. قال لي أنت اللي تقولي الكلام ده.
المهم وفعلا عرف وقت ما هو هينتقل وايه وانتقل. اللي انا هحكيه بقى ده يعزيكوا اكتر. ليه واحد من ولاده بيعترف عليه برضه وده انا اثق فيه تماما، فقعدي برضه ايه الانسان انسان يعني في مناسبه اعتراف مش عارف ايه يعني يعيط شويه بس مش معناها تعيطه يعني. المهم ايه فكان عنده كريزه مراره وما بينامش بقاله 3 ايام، قالوا له خد مسكن قوي يعني جدا ونام. قال طيب، خد المسكن انه ينام ما نامش. قال طب ما اقف اصلي يمكن لما اصلي انسى الالم. فالمهم ايه بيصلي بص لقى ملاك برضو جنبه بيقول له رشم الصليب رشم الصليب. قال له احنا رايحين الفردوس. هو عشان عيان بقى وتعبان قال لك ايه يمكن هروح الفردوس يعني. فايه بقى يعني هينتقل يعني. طب يا ريت ده يبقى بركه من عند ربنا روح الفردوس. فالمهم ايه فضلوا برضو يعلو زي المنظر اللي حكيته لكم ده. وبعدين بقى ايه لقى نفسه في مكان جميل وخضره ما تجيبش اخر نظره يعني ملهاش نهايه وزهور جميله ونور بقى نور في الجو ده اجمل ما يكون في الفردوس. النور ده مدي فرح وسلام عجيب فرحان وعمك يسبح واخر انبساط في الدنيا بقى. وبعدين بقى لقى أنبا مكاريوس جاي من بعيد بمسبي في المجد ده في النور الجميل ده ماشي خطوه خطوه لغايه ما وصل عنده لابس لون السماء الفاتحه لابس صليب الالماس. قال له ايه رايك في المجد اللي انا فيه ده؟ قال له هو مجد بعقل. قال له ما عدتش تعيط عليا تاني. قال له عيط بتاعي هو انا مش خلاص جيت الفردوس. قال له طب بس هقول لك دلوقتي. قال له ايه؟ قال له بس ايه رايك في المجد؟ قال له مجد عظيم جدا. قال له كل ده مكانك؟ قال له لا انا في كنيسه الابكار بس مدينا حريه نتجول زي ما احنا عايزين في الفردوس يعني مش محدودين. قال له ياه يعني مش كل واحد ليه مكان؟ ايوه كل واحد ليه مكانه لكن برضو اللي في الفردوس يعني بتفسحوا بقى. المهم ايه قال له طب والفردوس فيه صلبان الماس؟ قال له لا. قال له امال ايه ده اللي لابسه؟ قال له ده رمز للفضائل. الفصوص الالماس دي ترمز للفضائل. هو فعلا كان فيه فضائل كتير اتضاع عجيب وبساطة ونقاوة وحاجات كتيرة حلوة كانت فيه قوي قوي قوي. فقال له يعني أنا ما جيتش الفردوس؟ قال له لا ربنا سمح لك تيجي تقعد فترة كده شوية كده وهتنزل تاني عشان تشوفني متعيطش عليا تاني وتتعزى وتشوف المجد وتفرح. قال له يا خساره بقى انا هرجع تاني. قال له خليك متمتع بالمجد اللي انت فيه دلوقتي ما تفكرش انك ايه هترجع تاني. فتحوا عليه في البيت عشان عنده مضاد حيوي الساعه 1 ما لقاهوش. الله طب ده عيان راح فين؟ قفلوا تاني دوروا في دوره الميه في البيت ما لقاهوش. يو طب راح فين؟ سالوا وخرج ما حدش شافه خرج. المهم ايه استنوا شويه وفتحوا تاني 1:30 ما لقاهوش 2 ما لقاهوش 2:30 ما لقاهوش 3 لغايه 4 سمعوا خطوته راح فتح. وانت فين؟ وما بصش في الساعه حس الوقت يقول لك فات كانها ما فيش 5 دقائق 10 دقائق ما فيش. فالمهم قال له ما انا اهو ما فكرش بقى انها بقت الساعه ايه 4. قالوا ده احنا فتحنا عليكم ما لقيناكش. فالفردوس والاخ ده انا بثق فيه جدا وعايش طبعا وايه و و
ويعني الفردوس حلو قوي وجميل قوي. وفعلا مهما الواحد حكى على الفردوس ما يقدرش يجيبه بالظبط او يحكي زي ما هو يعني شاف. فالفردوس حلو قوي واحنا كلنا نفرح لهم. ومين عارف ممكن برضو لو قعدوا ما كانوش هياخدوا المجد اللي هم فيه دلوقتي. احنا في دنيا صعب برضو، بتخلينا نغلط، بتخلينا نلخبط، بتخلينا نعمل اي حاجة يعني. فحكاوي كتير على الفردوس بس عشان ما فعايزة اقول يعني الفردوس ده مجد عظيم وفي رب المجد. وعلى رأي أبونا لما قال اللص اليمين لما قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي فين؟ في فردوس النعيم. فهو رب المجد اللي مزين الفردوس ومحليه ومديه فرح، وهم بيصلوا لنا دلوقتي وهيفيدونا أكتر ما كانوا هيكونوا عايشين معانا. يعني احنا كنا برضو هنفكر فيهم وده تعب وده ما تعبش وده راح وده جه، لكن هم دلوقتي احنا مطمنين عليهم وفرحانين وبيصلوا لنا، وصلواتهم هتنفعنا وتساعدنا، وربنا يدينا توبة كلنا ويساعدنا عشان خاطر ايه نروح الفردوس. سيدنا بقى يقول لنا كلمتين. اتفضلي حضرتك حبيبتي. انا مش سامعة، ما عايزاش ايه؟ انا ما حبش اقول انا شفت بصراحة، يعني مش عشان حاجة، يعني انا كنت ممكن يعني احكيها اقول حد شاف، لكن اب اعترافي قال لي لا انت احكيها وانت قولي انا شفت عشان الناس كلها ايه تتعز. بس في حد عايز يسأل سؤال تاني؟ نعم. اثناء الحدث، وقت الحدث. نعم. لا اعرف فيهم ناس، اعرف فيهم ناس بس الباقيين ما اعرفهمش. لابسين ايه؟ هم لابسين تيجان بصراحة. في فرق بين الاكليل؟ كلهم لابسين تيجان. الاكليل بيبقى له منظر كده تاني يعني غير التاج. تاج حاجة كده يعني. لا ما اعرفش كلهم، ما كنش كده. انا اعرف يعني بنت اخت رهبة معانا شفتها قبل كده، اعرف ناس شفتهم قبل كده برضو يعني، لكن مش الكل. اعرف ابن باشمهندس عادل ذكري ده اعرفه كويس قوي برضو، شفته في المجد ده معاهم كده يعني. الحياة ما عدتش، هكذب عليكي، كل اللي حصل لهم الحادث يعني نفس المنظر، ما يخليش الواحد يفكر عدد ايه ولا مش يعني عارفة منظر بيبقى يعني. لا منظر كده شوية مؤلم منكرش، لكن المجد اللي بقوا فيه نسى كل حاجة يعني. واحد يعني فرق يعني فرحت وانا حزداهم بصراحة يعني. اديني رهبة واديني بجاهد واديني واديني واديني، مش هطول مكانهم اللي طالوه ده. ده مكان يعني، لكن ربنا ما يحرمنيش، بقول له ادهاني مجانا يدخلني بس من باب الفردوس. مش عايزة نعم. مريم سلامة. لا
طبعا 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 كل اللي انتقلوا بعدين هيكونوا في المجد ده طبعا. مش عايزه كلام، لا مش عايزه كلام، ولا بقى اللي يقولوا انا عم كفتي وانا ناسيه. سيدنا بعدين الاتباع الزياده ده. أبونا حنا عارف كل حاجة، أبونا حنا عارف كله، بس لا لبسوا جلاليب لون العمود، لون النور، لون النور زي وست العذراء بقول لك بتظهر دايما بلبس لبني فاتح وفي صلبان ذهبي. ده لا في اليوم في الساعه دي وفي اليوم ده لابسه لون العمود برضو ابيض نور. لا لا ما فيش لا نضاره ولا حاجه. عينيهم بقى منوره. ما ده الروح، ده روح واخده شكل الجسد، ما الجسد اتساب خلاص. لا 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 الروح بتاخد شكل الجسد. ايوه نعم، بس ما فيش الحاجات اللي خلاص بقى. طبعا كلام قدس ابونا معزي جدا وصدقوني يعني ربنا برضو بيحب الاسر دي عشان يخلي العبدة لله تشوف المنظر ده وتحكيه لكم. يعني انا مين ولا حاجه، وانا بصراحه ما كنتش عايزه احكي، وبعدين لما قال لي اب اعترافي لا لازم تحكي، فقلت ابقى اقول لحد يعني. قال لي لا انت تقولي عشان الاسر تتعز انك انت شفت. اتفضلي. ما هو يعني زي ما قال قدس ابونا ان كل راح المجد وكل راح الفردوس، ويا بختهم ادينا عمك نجاهد ونكافح ربنا يدهلنا، لكن دول خدوها كده يعني معلش يعني مجانا، مش مجانا وبس وبالسهل يعني اختصروا الطريق. ما انا بقول لكم ان الروح خدت شكل الجسد بس مضيء، الوش مضيء ولبسه لبس العمود. العمود ده انا مش عارفه افسره لايه، يطلع ايه، انا الحقيقه مش عارفه. لو اي اب يقدر يقول لنا ايه يرمز لايه للعمود ده كده، بس العمود نزلت عليه الملائكه يعني حواليه، وكلهم طلعوا حوالين العمود، وبعد ما طلعوا خلاص دخلوا اختفوا خالص. لقيت العمود ده عمالك زي ما نزل عمك يطلع 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 في السماء لغايه ما اختفى وطلع براسه برضه. صدقوني انا كنت ايه يعني فرحانه لهم يعني بجد بجد يعني خدوها من عصيرها كده
وايه وراحوا المجد وطالت تأثرت. يعني معلش سامحوني مثلا احنا كده دلوقتي على مستوى اعمارنا خدنا ايه من كل العمر اللي فات، الصغير خد ايه والكبير خد ايه، وبقى العمر هينتهي بالطريقه دي؟ هو احنا هنقبض على الدنيا دي؟ مش هنقبض، فالعمر بيجري بسرعه. فهم كده يعني ورثوها كده يا بختهم وهنيالهم كده يعني بايه بسرعه وبسهوله وبمجد عظيم. يا بخته هدينا عمك نكافح ونقوم ونقع، وانا عن نفسي يعني ويا ترى هناخد المجد اللي هم خدوه ده، ده مجد عظيم. هم رايحين لغرض ايه؟ ما رايحين لغرض الخدمه، وانتقلوا من اجل مين وعشان ايه غير عشان ربنا؟ فازاي ربنا مش هيكافئهم المجد ده يعني؟ طب واشمعنى انا اشوف المنظر ده ليه؟ ها يعني ربنا سمح بيه مش عشان انا كويسه شفته، لا، على راي اب اعتراف ما قال لي ده من اجل تعزيه الاسر كلها. احكي يا فلانه احكي. اقول له ده بقول حد؟ قال لي لا تقولي انا. حاضر. نشكر ربنا يعني. الحقيقه انا بقول لك انا كنت في ذهول، انا فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لكن فرحت لما شفت الموكب والزفه بقى، يعني كل كده لبس ابيض وشهم بقى مضيء وصلبان لون الابيض الجميل ده المنور نور وشموع، وبيقولوا يعني تسابيح جميله جميله بيسبحوا ربنا وبيشكروا فرحانين. طب هم فرحانين واحنا نقعد حزنانين ليه؟ طيب نعم المنظر ده في مكان الحادثه. ايوه والمصابين ثق تمام انهم هياخدوا نفس المجد. يعني المصابين ما شفتهمش طبعا طلعوا، لكن هياخدوا نفس المجد، مش كده يا قدس ابونا؟ وبالعكس ده ما هياخدوا، لو هم فرحانين وبيشكروا هياخدوا كمان العذاب ده، هياخدوا مجد اكتر اللي هم فيه، يعني الالم اللي هم فيه. أكيد لولا أمنا يعني ربنا عطيها نعمة خاصة، لولا ظهر هذا المنظر لأمنا دون أي حد تاني، وعشان يبقى مصدر ثقة ومصدر تعزية يعني. هو الحقيقة أنا غلبانة وأنا ضعيفة وأنا مسكينة، والناس كلها يعني واخدة فيها مقلب بصراحة، خليني صريحة يعني. ودي حتة مضايقاني لأني الناس مش عارفة حقيقتي، أنا غلبانة وضعيفة جدا ومسكينة وكل خطية، ولكن يعني دي يمكن لثقة الناس ومحبتهم بس، لكن مانيش أنا كويسة، وربنا سمح بدي عشان الناس بتثق في واحدة معرفينش حقيقتها بس، فهو ده كده بس، انما غير كده هي يعني انا غلبانه ومحتاجه لصلواتكم. بعد اذن ابائي بدون سابق ترتيب معاد سابق نلتقي بامنا المباركه تماف إريني ليله عيد الشهداء وعيد النروس، وهم انتقلوا يوم عيد ماري جرجس استشهاد ماري جرجس 23 يوليو، وهم ايضا من الشهداء، ودي مناسبات مباركه تعزينا ايضا. احنا عارفين ظروف قدسك الصحيه ومش عاوزين نثقل عليك اكتر من كده، اتعزينا واستفدنا واحنا عاوزين نقعد معاك طول الليل
ليلة النروز، لكن مش عاوزين نسخر على قدسك، تذكرينا دايما في صلواتك وربنا يعوضك عن تعب محبتك. أنا محتاجة لصلواتكم، اذكرونا في صلواتكم واذكروا مجمعنا الدير في صلواتكم والرهبات، واذكرونا كلنا عشان كده ربنا يساعدنا وياريت نحصل ولو حتى حتة من المكان بتاعهم ده حقيقي. يعني ربنا ليه المجد، بيحبهم. في بعض من اللي نجوا كانوا متضايقين، يقولوا اشمعنى احنا ما رحناش معاهم، هل احنا مش مستعدين او مش يعني ربنا مش عايزنا واحنا خطاه، فكانوا متضايقين. ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا هم مش شرط انهم خطاه، لكن يعني يمكن ربنا طالب منهم جهاد اكتر، خدمة اكتر، عشان شافوا بنفسهم هيعيشوا ربنا بصدق وبحب وبعمل كويس، وفي الاخر هيروحوا المجد برضو بعد ما يعني ربنا يريد. فربنا ليه مقاصد. ممكن قوي معلش يعني، وده اللي حسيته، ان اللي هم راحوا لو قعدوا اكتر في الحياة ما كانوش هياخدوا المجد اللي راحوا دلوقتي. التانيين ممكن بجهاد وربنا عايزهم يخدموا اكتر ويخدموا بفرح، عشان كده يعني مش عارفة ابونا يقول، انا ما بفهمش. افتح في بالتسابيح واقول بقلب جريح يا ربي يسوع المسيح، اعطيني لسان فصيح لكي يسبح اسمك واشكر فضل نعمك يا ربي يسوع المسيح، علمني احكامك قدس اسمك وعجيب وممجد في قديسيك يا ربي يسوع المسيح، ارحم صانعت يديك مستحق ومستوجب التسبيح والتمجيد يا ربي يسوع المسيح، تسبيحك حلو ولذيذ صرخت بطول النهار مدت نحوك دي يا ربي يسوع المسيح، اسمك حلو عندي جعلت اتكالي عليك يا رب لا تهملني يا رب يسوع المسيح، لا تتخلى عني روحك القدوس، لا تنزعه مني يا رب يسوع المسيح، بمعونتك اشملني جرحني العدو بسهام وجرحه في حاج، اعطيني جسدك مرهم ودمك لي ترياج 7 مرات كل يوم كل يوم أبارك اسمك يا ربي يسوع المسيح، اجعلني من قسمك اشتاقت نفسي ليك
كالأرض العطشانة. يا ربي يسوع المسيح رحمتك لم تنسانا، لا تنسى بيعتنا، املها من خياراتك. يا ربي يسوع المسيح ثبتها بشهاداتك، شهاداتك حلوة في حلقي كالشهد داخل فمي. يا ربي يسوع المسيح اغسلني من إثمي. نشكر صانع الخيرات، نسجد لرب يسوع المسيح رب القوات، فلنارك له بخشوع. رتب فينا حكامك وبقولك ثبتنا. يا ربي يسوع المسيح ارفع عشان ملتنا، ارفع عشان المسيحيين بأقطار المسكونة. يا ربي يسوع المسيح اشملهم بمعونة. بالنسبة للورقة دي عايزة اقول لكم واطمنكم ان الورق كله اللي انتوا بتدهولنا في لجنة من الرهبات مكونة من 4 رهبات بيفرزوا الورق ده. المرضى بيكتبوا اسمائهم في ورقة كبيرة، واللي عندهم مشاكل بيكتبوا اسمائهم، ويعني اللي متضايقين في شغل او عندهم قضايا بيكتبوا اسمائهم، وبتحط على لوحة فوق اسماء الحاجات اللي يعني تعبانة وكده، والرهبات بيصلوا. وبعدين بنحط الورق ده كل يوم عشان بيبقى ورق كتير قوي، فبنحط مثلا كل 3 قداسات يحضروا شوية ورق ونشيلهم نقحهم في مية لقان لعلمكم يعني، عشان اقول حرام الاسماء دي ما نقدرش لا نحرقها ولا نقدر نعمل نرميها. فعشان نحافظ عليكم وعلى يعني اسماءكم وعشان ربنا يحل المشكلة بنحطها في ورقة في مية لقان. وبعدين بنيجي تحت شجرة زي كده بعد ما يدوب الورق في مية الصلاة نحط المية دي عشان مية لقان محدش يدوس عليه. فيعني لان انتوا بتكتبوها بايمان واحنا مفروض يعني نهتم والا يبقى خطيه علينا. فعايزه اطمنكم ان الورق بيوصل، والحالات اللي هي يعني شايفينها برضو كده يعني مرضى غير وراته بدوني بيها ايه ورق يكتبوا لي الاسماء وكده، فاطمنوا على الورق اللي بيوصل لإيد أمنا اللي بتبقى واقفة جنبي وماسكة الكيس. معلش قطعت الحديث لكن يعني عشان عايزة أطمنكم. طب أنا أقول لكم كلمتين صغيرين على كد حالي عن الصلاة، وطبعا الصلاة مجاله واسع قوي. نمرة 1، طبعا الصلاة هي صلة بمين؟ بربنا، وده الباب الوحيد اللي نقدر نقعد فيه، ندخل الفردوس ونقعد مع مين؟ مع ربنا ونتكلم معاه. لان الصلاة الواحد لما بيقعد في قعدة صلاة حلوة كده مع ربنا بيحس نفسه فعلا فين؟ في الفردوس. وبعدين المصلي بكمال يبقى ايه؟ مات عن العالم كله، يعني يبقى ما فيش حاجة في مخه غير ايه؟ غير الصلاة. يعني كتير احنا ساعات مثلا مخنا يعني الشيطان يعكسنا، يشرد كده يشرد كده. ففي حل يعني
اقول لكم عليه، ان الواحد يقول ان كان بيقول مزامير او صلاة ارتجالية يلحنها بلحن بسيط وبصوت ايه مسموع، قام تشده ما تخليهوش يسرح يمين ولا ايه ولا شمال، يبقى مبسوط بالكلام اللي بيقوله، طالعة بنغمة كده قليلة وبيبقى حلو قوي. وبعدين يعني الانسان فينا لما بيحب واحد بيعمل ايه؟ بيحب يشوفه دايما، ويحب ايه؟ يتصل بيه، يتكلم معاه. ليه؟ عشان بيحبه. وقول انا لما اتكلمت مع فلان الفلاني ده صديقي او كده، او واحدة ست صديقتي، انا ايه؟ ارتحت، طلحت اللي عندي وايه وارتحت. طب ما بال ربنا لما نقعد معاه ونتكلم معاه هناخد فرح وسعادة كد ايه. وزي ما قلت لكم قبل كده، يعني اني بالقعاد مع ربنا كتير بناخد فضائل حلوة، بناخد صفات من ربنا. زي ما الانسان بيعاشر الانسان بياخد لفظة كلمة طبع منه لا شعوريا، هكذا لما بنقعد مع مين؟ مع ربنا، بناخد من صفات ربنا اللي هي السلام والفرح والمحبة والعطاء والبذل وإلى آخره. ويعني الصلاة هي أقوى سلاح نتقوى به في إيه؟ في ضعفنا، وبننتصر في حروبنا ضد إيه؟ ضد الشيطان والعالم. وبيها بنتعز وبنشبع بربنا، وهي عربون إيه؟ الملكوت. لان لما بنقعد مع ربنا بيرشدنا، بيظهر لنا برضو ضعفاتنا في الصلاة، لان هو بيحبنا. طيب انت بتحبني وبتقعد تتكلم معايا، لا خلي بالك من الضعف الفلاني، فبيرشدنا وبينبهنا ان في ضعف. مدام الواحد حس ان عنده ضعف بيعمل ايه؟ بيضطر يجاهد فيه. ومين اللي يساعد؟ ربنا بالصلاة طبعا. وبيها كمان نعرف نسلم حياتنا لمشيئة مين؟ لمشيئة ربنا، لان خلاص احنا دخلنا في محبة ربنا وبنقول له طيب استلم ايه كل حياتنا. وبنعرف ان اللي بيحصل تبقى دي مشيئة مين؟ مشيئة الله. فنبقى متعزين وفرحانين، سواء كانت حاجة حلوة سواء كانت العكس. وبعدين هي برضو مصدر، الصلاة مصدر لشفاء أمراضنا الروحية والنفسية وإيه والجسدية. وبعدين رسالة أفسس الإصحاح السادس بيقول إيه؟ مصليين بكل صلوة وطلبة كل إيه؟ كل وقت. تقولوا لي طب ما احنا في العالم يا أمنا، وإحنا يعني كنا رهبان ولا كده؟ هقول لكم ولو كلمتين بساط وانتوا في العربية، اللي هي صلاة يا ربنا يسوع المسيح، يسوع المسيح ارحمني، يسوع المسيح اعني خلصني، اسبحك وايه وامجدك، او اشوف منظر حلو اشكره عليه، حاجة حلوة حصلت اشكره واسبحه، حافظ مزامير اقول مزامير وانا في العربية وانا ماشي وانا رايح، ام لما اقف في الصلاة ابقى ايه؟ هصلي بعمق وروح، لان طول النهار بعمل ايه؟ بكلم ربنا. وبعدين برضو رسالة كلوسي بتقول الاصحاح الرابع، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بايه؟ بالشكر. وبعدين طيب ايه هي شروط الصلاة؟ ان تكون بعمق وبانسحاق، دي اهم حاجة، وتكون من القلب، يعني ما تبقاش مجرد فرض او قانون او تأدية واجب، لا انا هصلي وانا فرحانة، واصلي وانا بايه؟ في عمق، واحس ان انا في حضرة ربنا. يعني العشار قالهم كلمتين بس، قالهم بايه؟ بعمق وايه؟ وانسحاق. اللهم اغفر لي انا ايه؟ الخاطي. فذهب ايه؟ مبررا. وربنا قبل صلاته اكتر من صلاة الفريسي،
العادي يقول له انا بعمل واسوي وبتاع والكلام ده كله. طيب احنا بساعات بنبقى في دوامة، فدوامة المقابلات والناس والشغل، ازاي هصلي بعمق؟ الواحد يعمل فترة استعداد من الدوامة اللي هو فيها لانه يقعد مع مين؟ مع ربنا. طب ايه الاستعداد ده؟ اقرأ اصحاح من الانجيل، اقول ترتيلة حلوة، فدي يبقى فيها ايه؟ انا بتعدني ان انا اقدر ايه؟ اقدر اصلي، انتقل، يعني حالة انتقال من الدوامة للصلاة. وبعدين في صلاتي اشعر ان انا اول الخطى وايه واشعر بضعفي واحتياجي الشديد اليه، وان بدون ربنا ما اقدرش اعمل ايه؟ اي شيء. احس بمحبة ربنا وصبره عليا بالرغم من تقصيري، واعطي لربنا كل ايه؟ كل مشاعري، واحاول زي ما قلنا ان يعني الفكر ما يطيشش بالتدريب اللي ايه اللي قلناه. وتكون بثقة وإيمان، ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تعملوا ايه؟ تنالونه. ونثق ان ربنا هو ضابط الكل وقادر على كل شيء، وانه هو قال لنا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا ايه يفتح لكم. هي قالها على الروحيات، لكن برضو ما يمنعش اللي نطلب الطلبات التانية، ان كان شغل ان كان مشكلة ان كان كده، ونقول له انت قلت وقولك حق وصدق، ولكن فلتكن ايه؟ مشيئتك لا مشيئتي، وارادتك لا ارادتي. وتكون من قلب نقي ومكرس، يعني قلب خالي من الحقد والبغضة والحسد والغضب والكلام ده كله، ومن شهوات العالم والاهتمامات المادية. فربنا يقبل الصلاة كمان من أجل الأعداء، لأنه قال صلوا لأجل الذين إيه يسؤون إليكم وتردونكم. لما نقول يا رب إهلي فلان فلانة مش عارف ايه وسامحني وسامحه والكلام ده كله، ام ربنا يشوف المحبة دي، فعمل المحبة يخلي ربنا يدي نعمة للطرفين ويتقابلوا مع بعض والمشاكل تتحل وتبقى كويسة. وفي حاجات كتيرة هنكملها ايه المرة الجاية عشان ما طولش عليكم ولا تملوا ولا تزهقوا. وكل مرة وانتوا طيبين وربنا معاكم وحافظ عليكم. وهنصلي، حد فيكم يحب يصلي؟ حد يحب يصلي؟ ليه بتبخلوا عن الصلاة؟ احنا لسه بنتكلم عن الصلاة. نعم، مين اللي هيصلي؟ ف يعني الصلاة ده الحقيقة يعني قوي جدا ومريح جدا وكله فرح وكله سلام. نعم، يعني اللي يقدر على الأقل يعني نصلي حتى باكر والنوم، مش شرط حتى المزامير كلها، يعني المهم العمق والمهم ان نصلي. يعني مثلا نصلي مزمورين ثلاثة من باكر، ونصلي الانجيل، ونصلي القطع والتحاليل، وهكذا النوم. وان قدرنا نصلي صلاة ارتجالية اللي هي نكلم فيها ربنا، دي حلوة برضو قوي. نصلي مش شرط بالكسرة، لكن نبتدي. انتوا ضروري لما هتبتدوا هتحبوا ايه؟ هتحبوا الصلاة وهتصلوا وتصلوا بعمق وبالطريقة اللي قلنا عليها دي. وربنا معاكم، وكل جمعة وانتوا طيبين. وكنا قلنا وتقولوا على المواعيد، ان شاء الله تكونوا كتبتوا المواعيد، وهنعمل بالايه؟ بالاغلبية. ربنا معاكم.
في الاخر هشوفك، هسلم عليكم كلكم. هصلي بس مش لازم نعرف هنا. بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح ونبارك اسمك القدوس. نشكرك يا ربي على محبتك الكبيرة لينا ورعايتك لينا واحتمالك لينا. نشكرك لأنك يا ربي أنت أحببتنا وجمعتنا في هذا المكان، وأعطينا ربي قوة ومعونة ومعرفة حقيقية يا ربي لكي نصلي ونسبحك ونمجدك ونعيش معاك بالروح والحق. يا ربي يسوع المسيح نشكرك لأنك أنت حنين وطيب ورحوم، ده مراحمك كثيرة جدا يا إلهنا. مراحمك يا ربي أكثر من نجوم السماء، مراحمك يا ربنا يسوع لا يحصى لها عدد. مراحمك الأنهار الجارية تغسلنا وتطهرنا من جميع خطايانا وشرورنا وأسامنا. نسألك يا ربي أن تعطينا قوة ومعونة لكي نرضيك ونتمم كل وصاياك. يا ربي علمنا أن نصلي بالروح والحق. يا ربي أملك على قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، أملك على حياتنا كلها، واعمل فينا وبينا وحوالينا يا ربي كما تريد وكما تشاء، لأن إرادتك ومشيئتك هم خير لينا. يا ربي يسوع المسيح اشفي أمراضنا الروحية والنفسية، واشفيهم يا ربي جميعا جسديا. يا رب يسوع المسيح اذكر كل واحد وواحد باسمه، وكل واحدة وواحدة باسمها. المرضى اشفيهم، الحزان عزيهم، الضعفاء قويهم، المتضايقين فك ضيقتهم. يا رب اجعل بيوتهم عامرة كلهم بحسهم وحس اولادهم، واجعل أولادهم يا ربي ثمرة صالحة، واللي ما عندهوش أولاد يا ربي فرح قلوبهم وديهم. كن معنا يا ربي جميعا، لأنك أنت قادر على كل شيء وفي يدك كل شيء وتستطيع كل شيء وتقول شيء كون فيكون. فأنت يا ربي خلقتنا وجبلتنا على صورتك ومثالك الحسن الجميل، فكن معنا يا ربي وساعدنا ودبر كل حياتنا. أمين بصلوات وشفاعات القديسة الطاهرة مريم وجميع الشهداء والقديسين، وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوت، شهادتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي في الغد أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كل جمعة وأنتم طيبين، أنا هستناكم في الكنيسة.